إذا اليوم تم تجديد المكتب الغرفة ديال الصيد البحري وذلك طبقا للقوانين المنظمة لهذه الغرة، بحيث أن كل 3 سنوات يتم تجديد المكتب. فالحمد لله الانطباع اللي كان اليوم هو واحد انطباع جد مهم، بحيث أنه كان الحضور ديال جميع أعضاء ديال الغرفة ديال الصيد البحري، فعلا كان هناك مرشح وحيد، كان هناك توافق. ولكن اللي هو مهم واللي تم التسجيل ديالو في هذه المرحلة هو أنه الغرف المهنية وخاصة الغرفة ديال الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالخصوص دازت واحد المرحلة اللي كان المنتخب يعتبر عنصر للمساومة أو لشيء آخر. اليوم صبحنا كنحسوا في المنتخب واحد النوع من المسؤولية، واحد النوع من الجدية. يعني اليوم المنتخب في هذه المنطقة هذه أعطى القيمة لنفسه أنه ممثل لمهنيين، عنده واحد دور جد مهم، له شخصية يمتاز بها مهنية، وهذا شيء اللي جد مهم. بحيث أنه علاش قلت هذا الكلام وكنأكد عليه، لأن الغرف وخاصة الغرفة ديال الصيد البحري الأطلسية الشمالية منين بداو الغرف 97 كانت كنعرفوا واحد المجموعة ديال المناورات وهذا والمساومات. اليوم كنزيد نأكد أنه كاين واحد الوعي من طرف المنتخب، وهذا هما الإشارات المهمة اللي استقطبناها وفي الخطاب من خلال الخطابات ديال صاحب الجلالة اللي كيتمنى باش المنتخب وكيتسنى من المنتخب أنه تكون عنده واحد النوع من في واحد النوع من النزاهة. اليوم كنظن أنه أول مجلس منتخب في المغرب اللي سجل هذا المعطى هو الغرفة الأطلسية الشمالية. عندنا واحد مجموعة ديال الأوراش، اشتغلنا على أوراش مهمة، تنظيم القطاع، تنزيل واحد مجموعة ديال القوانين. اليوم هناك سنستمر في هذا العمل من أجل المحافظة أولا على المكتسبات، المحافظة على وهذه المكتسبات وهي الثروة السمكية اللي درنا واحد الأشواط جد مهمة، واحد المجموعة ديال التقييم تحيين ديال الترسانات القانونية ديال هذا القطاع ديال الصيد البحري من أجل المحافظة على هذا المكتسب. سنستمر في هذا العمل وسنحاول كذلك إعطاء آراء في واحد مجموعة ديال المشاريع قوانين اليوم اللي هي تحت أنظار قبة البرلمان، واللي الغرفة الأطلسية الشمالية كتلعب واحد الدور كبير في هذه المقترحات وفي إبداء الآراء ديالها. إذا مرة أخرى كذلك كنتقدم بجزيل الشكر لجميع الأعضاء ديال الغرفة الأطلسية الشمالية على هذه الثقة ديالهم، فهي الثقة ديال الإجماع تسجلوا لي شخصيا في كشخص المتواضع، لأنه اليوم هذا ماشي تشريف، هذا تكليف، لأن إجماع ديال الأعضاء المنتخبين عنده واحد الدلالات جد مهمة. اليوم كيتفرض عليا أننا نزيدوا نواكبوا هاد الناس في العمل ديالهم ونزيد نقدم لهم الشكر الجزيل. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.